عسلامة، مرحبا بك، مرحبا بالمستمعين. مجيد ولد صغير، رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة. أعطيك معناها لمحة حول تقدم موسم الحصاد والتجميع والخزن وتسويق الحبوب. بالنسبة لولاية باجة كما تعرفوا، تقديرات الإنتاج هي في حدود 4.3 مليون قنطار، منها 3.3 مليون قنطار قمح صلب، 720 ألف قنطار شعير، 180 ألف قنطار فارينة قمح لين، و 100 ألف قنطار ترتيكا. تقدم بالنسبة للحصاد كما تعرفوا إبداء يوم 4 أجوان بالنسبة في المناطق جنوب الولاية، ثم يوم 8 جوان بالنسبة لمناطق شمال الولاية. منذ ذلك اليوم ثم 3 أيام جو غير ملائمة للحصاد، أما بقية الأيام اللي مرت فهي معناها ملائمة للحصاد. نجم نقولوا أن عندنا 15 يوم الموسم الحصاد تو متواصل على مدة 15 يوم. بالنسبة للمتوفرات من آلات الحصاد، عندنا حوالي 453 آلة حصاد، والآلات هذه والجرارات حوالي 3000، وهذه كافية باش معناها تقوم بعملية الحصاد. خاطر الحصاد ما يشملش كان الحبوب، يشمل البقول والزراعات العلفية، البذور العلفية. معناها المساحة الجملية اللي يشملها الحصاد هي في حدود 200 ألف قنطار إذا اعتبرنا معها القرط. بالنسبة لموسم الحبوب، موسم الحبوب عندنا 43 مركز و14 هيكل. هذوم ال 14 ال 43 مركز هذوم ناشطين تو قاعدوا معناها قاعدين يلموا في الحبوب. الحبوب تو الى حد البارح وصلنا 990 ألف قنطار، أي حوالي مليون قنطار من التجميع. الكمية هذه التجميع فيها قرابة ال 68 ألف قنطار بذور. عملية الحصاد النجم نقولوا وصلت حوالي 45% قريب، معناها مشطر العملية في نسق تصاعدي خاصة في شمال الولاية. النجم بالنسبة للوسق، الوسق عندنا ما يفوق 300 ألف قنطار أذون بالوسق أو بالبيع للمطاحن. حاليا توصلت عملية الوسق فاتت 222 ألف قنطار، سواء بيع للمطاحن أو وسق لمخازن ديوان الحبوب. بالنسبة للمخابر التعيير، تمت لنا 4 مخابر، 3 لتعيير حبوب الاستهلاك، وهي المخبر الجهوي بديوان الحبوب، مخبر تبع الجي اس بي، ومخبر تبع السي سي جي سي، ومخبر تبع الكوسي بلي، ثم المخبر الخامس عفوا 4، والخامس هو تبع السي سي اس بي اس اللي هو مخبر لتعيير البذور. المخابر هذه تمت المصادقة عليها وعمليا تشتغل. بالنسبة لجيت حبينا نسألوا سؤال، يعني عطير فما برشا فلاحة يدمروا ديما من تأخر صرف، يعني كما نقولوا احنا الماندا بتاع القمح السنة توصلتوش مع ديوان الحبوب مع البنوك باش يسرعوا. والله تعرف نحن عن كثب نتابع كل معناها كسلطات جهوية أو كنحن معناها المتابعة، معناها نحن كديوان الحبوب أو كمندوبية. أنا صباح بركة طلبت اللابوراتوار باش نطمنوا على المصادقة النهائية. حاليا بالنسبة للمخابر، المخابر تعمل للتعيير، لكن انت يلزم تجيلهم المصادقه، تجيلهم الشهايد هذوم اللي باش يخرجوا ينجموا معناها يعملوا المصادقه النهائيه على المندات، ونجموا ان شاء الله من هنا نهار 25 5 ايام قريبين جمعه حتى راس الشهر تبدا تسيب معناها المندات بصفه معناها متتاليه. كذلك ثم حاجة، أن جانا منشور على إعادة تعيير الحبوب. كل فلاح، هذه نداء لكل فلاح، يأخذ بطاقة الخلاص، يتحصل على بطاقة الخلاص، إذا كان معناها ما عجبوش السوق ينجم في ظرف 10 أيام يتصل بالمندوبية بدائرة الإنتاج النباتي ويعمل مطلب وينجموا نعملوا له إعادة التعيير. في ثم وثائق نطلبهم عليه
هي اللي يعمل مطلب، نعطوه نحن عندنا مطلب يعمره ويجيب العينة، ثم العينة باش نشوفوها نشوفوا التطابق نتاعها، ثم يجيب بطاقة الخلاص والتعيير يجيبهم لنا، ونحن معناها نعملوا له مطلب ونعملوا له نعاودوا نعيروا له العينة نتاعه، وإذا كان معناها عنده معناها عندي إشكال معناها نحلوه ونشوفه، إذا كان معناها السوم هو هنا السوم يبقى، وإذا كان السوم معناها أكثر يستوجب الترفيع خاطر ثم مجال التسامح في حدود 1% أي 900 مليم بالنسبة للقمح الصلب.